مستمعينا الكرام، معكم الآن وقفة حوار مفتوح مع الدكتور غازي إبراهيم رحو. طبعا للتنويه، عادة يوم الاثنين بهالوقت يكون عندنا وقفة مع الدكتور ستيفان قليانب، ولكن فقط لهذا الأسبوع حلقة دكتور ستيفان قليانب سوف تقدم يوم الخميس القادم. اليوم سوف نعرض وقفة الحوار المفتوح مع الدكتور غازي إبراهيم رحو. الموضوع هاليوم موضوع شيق جدا، هي التعليمات الجديدة لهيئة التقاعد في العراق بشأن استمرار صرف رواتب المتقاعدين بدءا من العام الجديد 1/1/2020. هسه حيكون عندنا اللقاء عن طريق الهاتف مباشرة. دكتور غازي إبراهيم رحو الآن هو متواجد في عمان الأردن، أعتقد الاتصال وصل. نقول ألو. ألو، مرحبا. ألو، أهلا وسهلا دكتور غازي إبراهيم رحو، تفضل. أهلا، مرحبا. أهلا سجنان، شلونك دكتور؟ مشتاقين. يا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يحفظكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. شلونها عمان؟ شلون البرد يمكم؟ والله باردة شوية اليوم، يوم البرد شوية مرتفع. الله يسعدك. لابسين القماصل والبلوزات نعم، حتى نقي نفسنا من البرد. الله يساعدكم. شلونها جاليتنا العراقية الموجودة عندكم؟ والله الجالية العراقية الموجودة بعمان ممتازة، والحقيقة يعني نحاول نقدم لهم اللي نقدر عليه. وقبل فترة كان عندنا محادث أحد الإخوان من المسيحيين توفى، الله يرحمه، وحاولنا نعالج وضعه لأنه ما كان عندهم أمور مالية، وسفرناه إلى أربيل حتى يدفنوه بأربيل. نعم، الله يرحمه. وبدنا نحاول نساعد النازحين. الله يقويكم دكتور. دكتور، هاليوم موضوعنا هو عن التعليمات الجديدة لهيئة التقاعد في العراق بشأن استمرار صرف رواتب المتقاعدين بدءا من العام الجديد 2020. أنت عندك معلومات، نعم، على هذا الأمر، نتمنى أنه تنطينا معلومات بعد أكثر، لأن هسه عندنا كثير من أبناء جاليتنا الموجودين هنا بأمريكا في جميع أنحاء العالم يريدون يعرفون شلون يقدرون يسوون الأوراق الجديدة للسنة القادمة، تفضل. الحقيقة سجنان، التعليمات الجديدة اللي صدرتها هيئة التقاعد، تعرفين كل عام يتم تجديد شهادة الحياة وتصير المشاكل الكبيرة، وتذكرون العام الماضي اللي صارت في سان دياغو، الزحام والعدم التنظيم وكذا. صح. فالآن هيئة التقاعد أصدرت تعليمات جديدة، هذه التعليمات تعتمد على جانبين. الجانب الأول أنه أصدرت استمارة للمعلومات، يجب أن يكون كل متقاعد قد قام بإملاء هذه الاستمارة ويعطى رقم له. هذه الاستمارة يمكن حضرتكم أنه أنا أنطيتكم الموقع الإلكتروني، نعم، ممكن أن كل متقاعد يدخل على هذه الاستمارة ويبدأ يملي هذه الاستمارة، يمليها بالدقة وبشكل صحيح. والآن راح نتكلم إحنا على الاستمارة، على كل فقرات الاستمارة. وهذه الاستمارة بعد أن يكمل إملاءها يضغط على مفتاح في آخر الاستمارة، مفتاح تحميل البيانات. بعد أن يضغط على مفتاح تحميل البيانات راح يستلم رقم، هذا الرقم هو رقم المتقاعد لتجديد البيانات، لأنه في حالة عدم تجديد البيانات سيتوقف إصدار أو سيتوقف دفع رواتب المتقاعدين. هذه الاستمارة استمارة مهمة جدا، وأنا أعتقد أتمنى أنه أنتم عرضتيها على الشاشة الاستمارة. نعم. خلينا نروح على شاشة تحديث المتقاعدين أو شاشة تحديث المعلومات. الشاشة تلاحظوها المعلومة الأولى بها الاسم الأول، يعني اسم الشخص الأول، بعدين اسم الأب، الفقرة الثانية اسم الأب، والفقرة الثالثة اسم الجد، والفقرة الرابعة الاسم الرباعي، والفقرة الخامسة اللقب. في حالة، يعني أعطي ملاحظة على هذه الحالة، في حالة أنه المتقاعد ما عنده يعني اسم رباعي أربع أسماء مع اللقب، فيكتب الاسم الرابع لقبه، واللقب يكتب نفس اللقب، يعني يكرر كلمة اللقب بالاسم الرابع وباللقب. في حالة أنه الهوية التقاعد لا تحوي على أربعة أسماء واللقب،
نعم ما أعرف إذا واضح عندكم ولا لا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ننتقل إلى موضوع اسم الأم. اسم الأم الأول ينذكر اسم الأم طبعا باللغة العربية بالمناسبة. نعم. اسم الأم الأول، بعدين ينذكر اسم أب الأم يعني والد الأم، بعدين ينذكر اسم جد الأم يعني الاسم الثلاثي للأم، الاسم الأول والاسم الثاني والجد. الجد بعدين الفقرة الأخرى اللي تتكون منها الاستمارة هو تاريخ ولادة المتقاعد. يعني كثير من الناس يخطئون يعتقدون انه لانه جاي اسم تاريخ العفو تاريخ الولادة جاي في نفس اللاين اللي موجود على موضوع اسم الام، يعتقدون انه ولادة الام. هو ليس ولادة الام، ولادة المتقاعد. نعم ولادة المتقاعد. هي كان المفروض الحقيقة دائرة التقاعد توضحها هذه بالاستمارة وتكتب تاريخ ولادة المتقاعد، بس هم ما كتبوها، دائما احنا نوقع بأخطاء، كتبوا تاريخ الولادة. بعدين يجي تجي الفقرة الأخرى أو اللاين الآخر هو الجنس أنثى أو ذكر. هذا باللاين هاي احنا أكملنا اللاين الأول واللاين الثاني. بعدين نجي على اسم محافظة أو مكان السكن. مكان السكن أكو نوعين، أكو مكان السكن داخل العراق وأكو خارج العراق. المفروض المتقاعد يكتب عنوان السكن وين ساكن، السكن ماله، وهذا ليش وين ساكن، لأنه بعدين راح تجي استمارة شهادة الحياة تتطابق يعملون بها verification مع هذا المكان، فيكتب يضغط على مفتاح السهم الموجود باسم المحافظة أو عنوان السكن، تطلع للمحافظات هو من أي محافظة أساسا، من أي محافظة، وإذا كان هناك اسم لمدينة مثلا سان دياغو يكتب سان دياغو، إذا ما كتب سان دياغو يكتب الأفضل أنه المدينة اللي هو كان فيها في العراق. هذا في اللاين الثالث بالبداية ماله. بعدين يكتب اسم الدولة اللي هو بيها، يعني مثلا أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. بعدين يكتب الهوية دقيقة والله لأن دا أشوف الهوية التعريفية. المتقاعد عندما يضغط على سهم هوية الهوية التعريفية هناك أكثر من هوية تعريفية، أكو هناك البطاقة الوطنية، ونعتقد كثير من العراقيين الموجودين بالخارج لا يمتلكون البطاقة الوطنية، لأن البطاقة الوطنية بدأت تنفيذها من قبل سنة، وقليل من العراقيين عندهم سنة. فأنا أقترح على المتقاعد أن يختار هوية الأحوال المدنية اللي عند المتقاعد، بعد يكتب فيأشر على هوية الأحوال المدنية، بعد ذلك يذكر رقم هوية الأحوال المدنية كم رقمها اللي هو أعتقد يبدأ بصفر صفر ومجموعة أرقام. بعد أن يذكر هوية أو رقم هوية الأحوال المدنية يرجع يذكر أنه رقم السجل المدني. بهوية الأحوال المدنية أكو ثلاث أرقام بالصفحة الأولى اللي بيها صورة المتقاعد، بيها على جهة اليسار رقم الهوية، وعلى جهة اليمين بيها رقم السجل، وأيضا تحتها بيها رقم الصفحة. دائما يكون رقم السجل متبوع بحرف، يعني حرف M حرف K، فيذكر M مثلا رقم 490، يذكر ميم 490. بعدين يذكر رقم الصحيفة بالموجودة أيضا بهوية الأحوال المدنية. بعد ذلك اسم دارة الأحوال المدنية، يكتب مثلا اسم دارة الأحوال المدنية الكرادة الشرقية أو مثلا أربيل، بأي دائرة صدرت هوية الأحوال المدنية، هذه مذكورة أيضا بهوية الأحوال المدنية. بعدين يجي على اللاين الرابع اللي هو المهنة الحالية. هنا كثير من الإخوان يخطئون بموضوع المهنة الحالية. إذا كان المتقاعد على قيد الحياة فيأشر على متقاعد أو متقاعد. إذا كان المتقاعد وريث ورثة، يعني كان مثلا نفرض الأب متوفي والورثة هم فلان وفلان وفلان،
فكل واحد لازم يأشر على أنه وريث، يعني يطلع تطلع المعلومات هناك الزوجة أو الأم أو الأب أو الأولاد، فيأشر في هذه الحالة على المهنة الحالية. أما إذا كان المتقاعد هو نفسه على قيد الحياة فيأشر على لاين أو الاسم متقاعد أو متقاعدة. بعد ذلك ننتقل إلى رقم الهاتف الشخصي. رقم الهاتف الشخصي المفروض لكل متقاعد عنده هاتف رقم تلفون. رقم التلفون يذكر به الكود مال المدينة والكود مال الدولة ورقم الهاتف ماله، بس على شرط أن يكون عنده بهذا الرقم الهاتف، أما عنده إيمو أو عنده يعني أي 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 ربط آخر بالتلفون، مثلا عنده الفايبر أو عنده أي 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 ممكن أن يتصلون به على الخط، لازم يكون موجود أو متوفر بهذا التلفون. بعدين نجي على الرقم التقاعدي اللي متكون من عدد 11 رقم، أعتقد 3 4 5 6 11 رقم بالضبط، فيكتب الرقم التقاعدي. بعد أن يكتب الرقم التقاعدي الصلة براتب المتوفي أو الشهيد، يعني صلة كان الأب أو الأخ أو الأخت، يعني شو صلته هو ده يسلم راتب عن أبوه مثلا هو وريث، فيكتب صلته بالوريث بالمتوفي. بعدين الحقيقة ننتقل إلى اللاين القبل الأخير، سؤال سالين هل لديك راتب حماية اجتماعية؟ طبعا أكثر العراقيين الموجودين بالخارج بعدهم راتب حماية اجتماعية، فيأشر على كلمة كلا. بعدين اللاين اللي بعده سؤال سالين هل لديك رقم تقاعدي آخر تستلم أكثر من راتب تقاعدي؟ بعض الأحيان يكون مثلا الزوجة، نفرض الزوجة الزوج متوفي والزوجة موظفة متقاعدة، فتستلم راتبها التقاعدي وتستلم جزء من راتب زوجها. أكثر الأحيان وأنا أعتقدها 99% من بهذه الحالات يخيروهم بين أن يأخذ راتب الزوج أو الزوجة، أو يكتب أنه يأشر على كلمة كلا لأنه يستلم راتب واحد فقط. بعد أن يكمل هذه الاستمارة يروح على خزن البيانات، يضغط على مفتاح خزن البيانات، خلال ثواني أو 20 ثانية راح يظهر له في الشاشة يكتبون بها شكرا جزيلا لكم لتعاونكم لإرسال المعلومات، ويعطوه رقم، يعطوه رقم شوي طويل، فهذا الرقم يحتفظ به، يكون هو رقم العودة في حالة أي إشكال يصيب المتقاعد، يرجع إلى هذا الرقم حتى يعالج أي مشكلة كانت. هذه هو الملخص لهذه المعلومات أو لهذه الاستمارة اللي سميناها شاشة تحديث المتقاعدين. نعم. أنا أنصح لكل إخواننا المتقاعدين في جميع دول العالم اللي يسمعونا أنه يبدأون من الآن أن يقومون بتحديث هذه البيانات، لأنها ضرورية جدا، لأنه دائرة التقاعد كما أعلنت هي أنه ستوقف إجراء أي دفع للمتقاعدين لرواتبهم في حالة عدم ملء هذه الاستمارة التحديث البيانات. نعم. هذه يسموها فقط استمارة سجنان، هذه فقط استمارة تحديث البيانات. بعدين راح ننتقل إلى موضوع استمارة شهادة الحياة، يعني هذه اللي يعتمد عليها بين القاعدة البيانات اللي تم إنشائها من قبل هيئة التقاعد وبين شهادة الحياة اللي سوف ترسل من قبل المتقاعدين. نعم. ما أعرف إذا واضح، إذا عندكم سؤال أنا حاضر حتى ننتقل إلى استمارة شهادة الحياة. دكتور، هي هل استمارة تحديث المعلومات لازم كل متقاعد يسويها؟ نعم، هذه إلزام إجباري. إجباري. من واحد 2020 اللي ما راح يسويها راح يتوقف راتبه إلى حين ما يقوم بتحديث هذه البيانات والمعلومات. نعم. لأن هم اللي سووه في بغداد في هيئة التقاعد عملت إجراء ما يلي، عملت قاعدة بيانات
للمتقاعدين. هذه القاعدة راح ترتبط بشهادة الحياة نعم. اللي يعملها كل متقاعد كل سنة. وتعرفين حضرتك أنه الهوية يعني ملاحظة مهمة، أنه شهادة الحياة قبل كانت تصدر فقط في بداية السنة، الآن شهادات الحياة تصدر أي يوم كان من السنة وتبقى لمدة سنة كاملة. نعم. يعني نفرض اليوم عندنا متقاعد راح اليوم صدر شهادة الحياة في 1/12/2019، هذه شهادة الحياة راح تبقى نافذة إلى يوم 1/12/2020. نعم. إذا عمل شهادة الحياة يوم مثلا 15/12/2019 راح تبقى نافذة إلى 15/12/2020 وهكذا. نعم. يعني أصبحت الآن شهادة الحياة لمدة سنة كاملة بدءا من يوم إصدارها. نعم. هذا بالنسبة إلى شهادة الحياة. دكتور، ملاحظة أو معلومة أريد يعني توصل للمستمعين اللي ما يعرف كمبيوتر، هالمعلومات يقدرون يروحون للقنصلية؟ القنصلية ما راح تسوي موضوع تحديث البيانات. نعم. القنصلية حسب معلوماتي، القنصليات أنا حسب معلوماتي بما يتعلق بالأردن على أقل تقدير، نعم، إنه ما راح تسوي تحديث البيانات. القنصلية واجبها راح يكون هو إصدار شهادة الحياة اللي راح نتكلم عنها بعد دقائق. نعم. يعني أوكي. هذه شاشة تحديث المتقاعدين. أنا أتمنى مثلاً، خلينا نقول إحنا في سانتياغو. في نعم. سانتياغو أنا أتمنى مثلاً على الرابطة الكلدانية الموجودة في سانتياغو يخللهم شخص بعد الدوام، ويجون الناس اللي ما عنده كمبيوتر أو اللي ما يعرف يستخدم كمبيوتر يساعدوه في ملء استمارات تحديث البيانات. نعم. يجلب معاه هوية الأحوال المدنية، ويجلب معاه هوية التقاعد، وإذا ما عنده هوية الأحوال المدنية شهادة الجنسية العراقية أيضا، لأنه ممكن أن يستخدمها وحدة منهم يعني. نعم. وممكن يصير هناك تعاون عندكم في سان دياغو من خلال الراديو الكلداني اللي هو نشط الآن وده يشتغل وحلو. نعم. ومرتب وده يوصل صوته لجميع دول العالم. يعني ممكن أنتم في سان دياغو تقومون بهذه المهمة، أجيب لكم شباب وشاب شابين من دول المتطوعين وتخلوهم في غرفة ويجون الناس يملون هذه الاستمارة اللي ما يعرف المعلومات. نعم. أما اللي يستطيع أن يستخدم الكمبيوتر فممكن أن يعني المعلومات مو معقدة ولا صعبة. نعم. وإنما فقط تحتاج أنه معرفة بسيطة بكيفية الدخول وفتح شاشة استمارة تحديث البيانات. يا إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. هسه خلنا ننتقل إلى شهادة الحياة. نعم. شهادة الحياة الآن أيضا وضعت على الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد العامة. سابقا تذكرون حضرتكم أنتم في سان دياغو، أتذكر أنا في العام الماضي أجل دائرة القنصلية من لوس أنجلوس وأخذ واحدة القاعات في سان دياغو وصار الزحام. صحيح. وصارت يعني المشاكل الكثيرة والمضايقة، يعني مضايقة بالزحمة وبالتعب وبالإجهاد، وكانت الناس تنتظر. صحيح. الآن سهلوها، الآن التسهيل شو اللي صار، خلوا الاستمارة على الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد العراقية. نعم. يضغطون على، يكتبون بالعربي أو بالإنجليزي هيئة التقاعد العراقية، تطلع استمارة تحديث شهادة الحياة. استمارة تحديث شهادة الحياة يمليها أيضا يمليها المتقاعد الاسم ورقم البنك اللي يستلم منه، المصرف اللي كان يستلم منه الراتب. يعني مثلا هذا نقطة مهمة، لأنه كثير من الإخوان يخطئون. مثلا هو مغادر العراق ويستلم راتبه من بنك الرافدين في الأردن، أو نعم، من بنك الرافدين في تركيا، أو من بنك الرافدين في لبنان. المفروض ما يكتب بنك الرافدين في لبنان أو الأردن أو الأردن أو تركيا، يكتب منين تحول الراتب التقاعدي لأول مرة عند ما أحيل على التقاعد في العراق. يعني مثلا أنا كنت متقاعد أستلم راتبي، كنت أستلم راتبي من مثلا بغداد بنك الرافدين المنصور، فرع المنصور.
وجيت الأردن وحولت راتبي إلى الأردن، فأكتب جهة استلام الراتب بنك الرافدين المنصور. نعم. لأنه أنا أستلمه بالأردن نعم، بس هو أساس الراتب يروح إلى بنك الرافدين المنصور، وبنك الرافدين يحوله إلى الأردن أو إلى لبنان أو إلى تركيا. بعد أن يكمل هذه الاستمارة كاملة اللي بيها الاسم الرباعي واسم الدائرة اللي كان يعمل بيها والسكن الآن وين ساكن، ساكن في سان دياغو، يكتب ساكن أسباب السكن مقيم، يكتب مقيم. بعد أن يكمل هذه الاستمارة ويكتب الرقم التقاعدي يطبع يطبع هذه الورقة، أو أكو نوعين طريقتين، أما يطبعها حتى يضع الصورة ويراجع الملحقية أو القنصلية العراقية لغرض تصديقها، أو ممكن أن يعمل نكست تنتقل رأسا إلى لوس أنجلس، بلوس أنجلس يصدروها يكملوها وهو يروح يستلمها. بس أنا أفضل أنه إذا أقول إذا ما أجوي الإخوان مثلا في لوس أنجلس إلى سان دياغو لغرض استلام الاستمارات، فالمفروض أن المتقاعد يراجع القنصلية حتى يكمل شهادة الحياة. نعم. والحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم، لأنه الآن بالهيئة التقاعد دي يحصرون على كثير من، يعني عندهم إشكالات كثيرة بالرواتب المكررة، وتعرفون إحنا عندنا الآن ما شاء الله بالعراق الفساد على وزنه ماشي. نعم. فكثير من الناس المتوفين يستلمون رواتبهم آخرين. صحيح. لأنه ما حدثوا المعلومات، لأن ما تم تحديث المعلومات، لأنه ما بعثوا استمارات، فهناك من الفساد ما حقيقة شبعنا منه في هذا البلد. نعم. فهذه الحقيقة النقطة المهمة اللي أتمنى على كل المتقاعدين أن يهتمون بها، لأنه مهمة لغرض الاستمرار بإصدار لغرض الاستمرار بإصدار البيانات. نعم. العفو الرواتب. نعم. دكتور سؤال، اللي عنده كفيل. نعم. هناك فيخلي مثلا اسم الكفيل على سبيل المثال، أو اللي يغير موجودة الكفيل. نعم. موجودة بالاستمارة. نعم موجودة باستمارة شهادة الحياة اسم الكفيل. إذا نعم. عنده يعني إذا عنده شخص يستلم الراتب بالعراق عوضا عنه، موجودة في الاستمارة اللي هي موجودة على الموقع الإلكتروني المتعلق بشهادة الحياة. نعم. يعني السجنان الاستمارة جدا بسيطة مع شهادة الحياة. احنا تتذكرون العام الماضي من صارت الإشكالات، كانوا المواطن يراجع المتقاعد يراجع اعتقد كانت بكريستال بول سووها يمكن. نعم. التجمع. صحيح. الملحقية جتيا والآلة، فكانوا يعطوهم استمارات، يمنون استمارات وبعدين يجيبون استمارات يقدموها، وكانت تأخذ وقت وتأخذ جهد وتعب. الآن خلوه على الموقع، المفروض المتقاعد يملي الاستمارة يطبعها يخلي صورته تكون جاهزة. احتمال احنا الآن ده نشتغل في عمان عن طريق السفارة العراقية الحقيقة، نحاول انه يعني نكتب الى بغداد انه يجون في الدول القريبة، يعني مثلا انتم عندكم في لوس أنجلوس قنصلية. نعم. نحاول انه يجي احد من القنصلية الى سان دياغو يستلم الاستمارات، وبنفس الوقت يشوف المتقاعد ويصادق له على الاستمارة حتى ما تكون معقدة. نعم. فالحقيقة جهود هناك موجودة، وأنا سبق أن اتصلت بأحد الإخوان من أعضاء البرلمان قبل يومين، ووعدني أنه راح يكلف الخارجية أنه يروحون للمدن اللي بيها كثافة سكانية من العراقيين حتى يساعدوهم بعملية المصادقة على شهادة الحياة، وطبعا يستلمها المتقاعد وهو بطريقته يبعثها. يعني هذا الملخص الكلام. نعم. أستاذ، هل شهادة الحياة هي تصدقها القنصلية؟ تمام. بس القنصلية بس التحديث. نعم. لازم يكون عبر الكمبيوتر، يعني القنصلية ما تسوي التحديث. لا عبر الكمبيوتر ما تصادقه، لأنه تريد تشوف المتقاعد عايش متوفي موجود
هو هذا النقطة المهمة، هذا النقطة اللي يريدون يعالجون بها، انه الان خلوها على الموقع لتسهيل عدم الزحام، عدم يعني تعرفون المتقاعدين عندنا كثيرين برا بالخارج، فحتى ليس الزحام على تصديق شهادة الحياة، فاملوا خلوها على الموقع الالكتروني يتم املاء البيانات اللي بيها او المعلومات ثم لا. تطبع، يعني تطبع عن طريق البرينتر، بعد ما يطبعوا يخلون الصورة والملحقية فقط تصادق على الاستمارة وعلى الصورة. دواب. نعم. ألو. نعم نعم وياك أستاذ. ألو. نعم. فإذا عندكم أي سؤال أنا أتمنى لو كان عاملين أنتوا في conversation between الناس اللي عنده مثلا يسألكم الآن كان مستعدين إحنا يعني أقدر بقدر تعلق الأمر بالمعلومات اللي المحدودة اللي أعرفها ممكن أن أساعد في إعطاء الأجوبة. نعم شكرا جزيلا دكتور. طبعا هنا أغلبية الأسئلة اللي سألوها مستمعينا أنت جاوبت عليها. نعم أنت قلت التحديث نقدر من هسه نسوي له من بداية السنة القادمة. نعم 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 من الآن من الآن. النقطتين تحديث البيانات شيء واستمارة شهادة الحياة شيء آخر. تحديث البيانات المفروض من الآن يبدأون، يعني تشوفين عندنا بالأردن الآن كل المتقاعدين اللي ما يعرف كمبيوتر راجع مكتب، أكو مكتب أحد الأخوان من المسيحيين عامل له مكتب بالأردن قرب السفارة العراقية ده يحدث لهم البيانات. نعم. ولقاء مبلغ جدا بسيط، هو دينار يعني دولار وشوية، دولار وعشرين سنت. نعم. فده يجدد لهم البيانات، وأيضا ده يطبع لهم ورقة شهادة الحياة يمليها يكملها ويخلي الصورة ويعطيهم إياه ويدخلون للسفارة يدفعون العشرين دولار مال شهادة الحياة ويستلموها ويودوها يبعثوها للبنك اللي يصدر منهم من الراتب التقاعدي. نعم دكتور بس سؤال، الرواتب التقاعدية هي بقت نفسها ماكو أي تغيير بيها؟ لا الراتب التقاعدي البرلمان العراقي صادق على زيادة الرواتب من بدءا من العام القادم من الشهر الواحد، عمل فد كيرف معين سيكونس بحيث صار حد أدنى أعتقد 600,000 وبعدين يتصاعد، يعني كل ما يزيد الراتب كل ما تقل الزيادة وهكذا. نعم. صار الزيادات أقرها البرلمان ومن العام القادم سيتم صرف زيادة الرواتب اللي أقرت من قبل البرلمان. نعم دكتورة كهنا سؤال من أستاذ جنان الصناطي يقول ما هو مصير الآلاف من الدوائر المنحلة التي لم تستلم أي شيء منذ السقوط؟ تفضل. الدوائر المنحلة شو يقصد بها؟ يعني يقصد بها أنا أقول يقصد بها دوائر الأمن، دوائر المخابرات، دوائر الجيش، دوائر أكو دوائر منحلة، هذه الدوائر أكو قسم كثير منهم قدموا طلبات إلى هناك لجنة في بغداد نظرت بموضوع هذه الدوائر، وقسم منهم يعني اعتبروهم متقاعدين وأكملوا المعاملات الخاصة بهم. يعني هذا موجود الآن، أنه إذا كان هناك من الدوائر المنحلة وما عنده راتب ممكن أن يراجع هو وكيله أو يكلف محامي أو يكلف شخص يراجع في بغداد لتقديم طلب للدوائر فقط المنحلة اللي صدر بها موافقات على منحهم رواتب تقاعدية بحيث يكون عند الحد الأدنى من الخدمة لا تقل عن 15 سنة. نعم دكتور وصلنا إلى نهاية هالوقفة، شنو هي المعلومة الإضافية اللي تريد هسه تضيفها قبل ما ننهي الفقرة؟ تفضل. يعني أنا حقيقة ما عندي غير بس أقول إنه يعني على إخواننا المتقاعدين أن يستعجلون في ملء هذه الاستمارة الإحصائية الخاصة بتحديث البيانات لأن ضرورية، وأيضا أقول إنه من يرغب أن يعمل شهادة الحياة من الآن حتى لا يصير الزحام على في بداية العام أن يروح من الآن يعملها، وهي راح تبقى لمدة سنة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا عاملها بشهر 11 وتنتهي بشهر 11 السنة القادمة، يعني لحتى ليس الزحمة وليس الضغط على التأخير وعلى الزحامات اللي صارت عندكم في سان دياغو اللي شفتها أنه طلعت عليها العام الماضي، ممكن من الآن يستطيع المتقاعد أن يعمل هذه الاستمارة
أو شهادة حياة بنفس الوقت، ويكون في مأمن لاستلام راتبه، وأنا ممنون لكم. نعم دكتور، أعتقد جانا اتصال ناخذه. ألو. نعم. ألو. ألو. أنا دا أسمع. نعم من ويانا؟ وياك جنان الصناطي من الرابطة الكلدانية. أهلا وسهلا بأستاذ جنان الصناطي. دكتور غازي، عندنا الآن معانا الأستاذ جنان الصناطي عنده سؤال أو يريد يطرح شيء معين، تفضل أستاذ. نعم. أستاذ غازي مرحبا. هلا عيني يا أستاذ جنان، أهلا بيك. شلونك؟ إن شاء الله تكونون بصحة جيدة. الله يعزك ويحفظك ويديمك. الله يخليك، أنا سؤالي. نعم. ما هو مصير الآلاف من الرجال الذين كانوا ينتمون للدوائر المنحلة ولحد الآن يعني الأسماء مالتهم ما طلعت للتقاعد؟ أستاذ جنان، أنا حتى تعرف أنا مو موظف دولة، أنا رجل معاك بالرابطة الكلدانية، بس أنا حسب معلومات اللي عندي، حسب المعلومات اللي عندي إنه هناك شكلت لجنة، هذه اللجنة في بغداد في دائرة التقاعد، وأيضا في دائرة الدوائر المنحلة أكو دائرة اسمها مؤسسة الدوائر المنحلة، ممكن العديد منهم يقدمون على طلبات في هذه الدائرة ويقدمون الأوراق الثبوتية اللي تثبت أنهم عندهم وظيفة تزيد عن 15 عام حتى يعني تمشي معاملات التقاعد. هذا أعتقد سيد جنان تتطلب أخوي العزيز، هذا تتطلب أن يكون عندك أحد في بغداد تكلفه توكله وكالة حتى يراجع بهذا الموضوع، لأنه بالبريد ما راح تكون يعني عن طريق البريد الإلكتروني ما راح تتعالج هذه المشكلة. المشكلة تتعالج عن طريق وجود أستاذي العزيز. أستاذي العزيز بس أوضح شيء، إحنا الأسماء مالتنا كلها طالعة يم مديرية يمكن المحاربين، المحاربين طالعه بس لحد الان ما متخذين بها قرار. هي الاسماء موجوده بس قول لي عيد الكلام استاذ جنان، وين 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 ارسلت؟ بدائره المحاربين، هي هاي مال الدوائر المنحله كلها موجوده هناك. الاسماء نعم. موجوده بس لحد الان ما متخذين بها قرار، صار لها 16 سنه. انا عندي مقترح استاذ جنان، عندي مقترح. نعم. كم واحد عندكم مثلا بالمدينة انتم اللي بيها، كم واحد من هال يعني الشريحة موجودين؟ صدقني ما اعرف، يعني ما عندي علم بيها، يعني ايش قد العدد. يعني انا اريد اساعدكم، تدري شنو اريد اساعدكم؟ اريد اساعدكم عن طريق علاقاتي الموجودة في بغداد، وانا يعني عندي طالع لبغداد بعد بكرة، فاريد اساعدكم. يا ريت بس هم هذول بالدوائر المنحله كلها هسه محوليهم على جمع يعني دائره المحاربين، ما ادري وين هي، موجوده في زيون ببغداد. انا مستعد، انا يعني مستعد ان اكلف لك احد الاخوان من هذول الاخوان اللي بالبرلمان، مع انه يعني البرلمان قبل ما يطلع عندنا بشوية معرفة بسيطة مع قسم منهم، أقدر أكلف لك أحد الإخوان منهم حتى يتابع الموضوع. بس يريد شيء. الله يسلمك. أنا أتمنى عليك يعني أنت عندك يعني هذول شنو مصيرهم؟ بس أكيد يعني هذول عندهم عوائل، عندهم يعني يعني. دخلك من الجملتي. حتى أساعدك، حتى أعاونك. أنا لو الإيميل مالي موجود على السجنان، لو تكتب في الطلب لهم دائرة المحاربين وتوقعوها كم واحد 2 3 وتدزوا لي اياها على الايميل حتى اخذها ويا بغداد، حتى استطيع ان اكلف احد الناس اللي نعرفهم اللي عندهم علاقه بالحكومه وعندهم يعني مكانه نقدر نكلفه انه يشتغل لنا عليها يساعدنا. بس هذا طبعا مساعده مني وليس تنفيذ وعد، انا اللي اقدر اقدمه لاخوتي ولاهلي وانا حاضر. الله يخليك، الله يسلمك. صدقني يعني ما اعرف ايش قد اكو عندنا هنا بال يعني بسان دياغو، بس انا اللي اعرف انا يعني نفسي يعني هذه صار لها 16 سنه، الاسماء موجوده في جمعيه المحاربين في زيونه،
زين هذول عوائل يعني آلاف آلاف من العوائل، شنو ذنبه يعني؟ شنو ذنبهم هذول؟ ما هو لحد الآن الأسماء مالتهم موجودة. يا أخوي جنان، إذا عندك يعني إحنا إذا نشوف الوضع بالعراق نصهم حرامية والفساد من أدري و... يعني مع الأسف هذا إحنا هاي قسمتنا. نعم أكيد. شكرا أستاذ جنان على المداخلة. شكرا عزيزي، شكرا استاذ غازي، الله يعزك يعني لكل شيء تسويه. انا شكرا لك والله يبارك فيك. انا حاضر بخدمتكم. انا شكرا. حاضر بخدمتكم. نعم استاذ غازي، عندنا اتصال اخر نستلمه. الو. نعم سيد جنان، عندنا اتصال اخر دكتور غازي. الو. نعم دا اسمع. نعم الو، سامعك. انا سامعك سيد جنان، سامعك. نعم دكتور غازي، عندنا اتصال اخر حنستلمه. الو. نعم الو. نعم تفضل. العفو، انا نجدد من المانيا، نجدد قاشي وياكم. اهلا وسهلا باستاذ نجدد، تفضل وياك دكتور غازي. شكرا، الله يحفظه ويحفظكم. استفساري كان بالنسبه تاريخ اصدار شهاده الحياه بالقنصليه، يعني إذا هسه طبعناه نكتب تاريخ مثلا العام كان 2019 شهر الواحد 7/1 مثلا. نعم. فنكتب بالاستمارة الجديدة 2020 شهر الواحد 7 شهر الواحد. لا يعني حبيبي أنت ممكن بالاستمارة مالك ما شهادة الحياة تسويها من اليوم، اليوم 2 بالشهر بعمان، عندكم مدري عندكم بألمانيا 2 بالشهر، بأمريكا يمكن مدري 1 أو 2. احنا 2. المهم تقدر تكتب، اي تقدر تكتب 2 بالشهر 2/12/2019، راح تبقى هذه شهادة الحياة نافذة وتشتغل الى 2/12/2020. اها الى 2/12/2020. نعم نعم. أوكي. يعني قبل كانت الاستمارة ما شهادة الحياة تصدر فقط في 1/1/2000 ببداية السنة وتبقى لمدة سنة. الان بالضبط فتره صدره وقرار شو وقت ما تصدر تكون نافذه لمده سنه. نعم. اها شكرا. الف شكر، الف خلف الله عليك. نعم. وعليكم وعلى اذاعه كل دانيه. شكرا جزيلا استاذ نجدد، شكرا على المداخله. الله يحفظكم لنا. شكرا، مع السلامه. ممنون. مع السلامه دكتور غازي ابراهيم رحمه. نعم. شكرا على جميع المعلومات اللي اليوم قدمتها لنا، معلومات قيمة، وأكيد إذا نحتاج أي شيء نتصل بيك، وإذا أي تحديث أنا حاضر. صار بلغنا. أنا حاضر. شكرا جزيلا أستاذ. أنا حاضر. هلا وعيني. يا تحياتي للجميع، وتحياتي سيد عدنان والجميع. شكرا جزيلا، الكل يسلم. هلا وقبل. من عدنا نقول لك مع السلامة لجميع مستمعينا مشاهدينا.